موضوع اليوم ستختارونه أنتم. كل منكم يقول لي ماذا يريد أن يكون في المستقبل؟ طبيبة، مذيعة، مهندس، مدرس. مدرس، كان الله في عونك. وأنت يا عمر، ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ أريد أن أكون تليفون محمول. تريد أن تكون تليفوناً محمولاً؟ لماذا؟ حتى يحبني كل الناس وينشغلوا بي عن كل الناس. أريد أن أكون تليفون محمول حتى أبقى مع أمي معظم الوقت وهي في البيت وهي في العمل أيضاً، حتى وهي في الاجتماعات. أريدها أن تسعد بي وتهتم بي وتشتري لي كل ما ينقصني دائماً. لا تتكلم مع أحد غيري حتى تنام، ولا تفتح عينيها إلا على وجهي، ولا تبتسم إلا في وجهي، لا تفارقني حتى وهي في المطبخ تطهو الطعام. حتى وإن كان لي أخ آخر فسوف تعيرني أنا المحمول كل الاهتمام وتنشغل تماماً عن أخي. وفي النهاية أريد أن أكون محمولاً حتى أظل طيلة اليوم محمولاً. فكرة غريبة ولكنها جميلة. ما رأيكم يا أولاد؟ أريد أيضاً أن أكون تليفون محمول. وأنا 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 وأنا. خيراً يا أستاذ عصام، هل ارتكب عمر خطأً كبيراً في المدرسة؟ لا أبداً. هل وقع في مشكلة؟ إطلاقاً. إذن لماذا جئتني الآن؟ أردت أن أستشيرك في أمر مهم. تستشيرني أنا؟ نعم، رأيت لك أكثر من مقال في مجلة الأسرة السعيدة. نعم، يحتاجون دائماً خبرتي في مجال التربية. عندي تلميذ في المدرسة يريد أن يكون تليفون محمول. نعم، حتى يحظى باهتمام أهله المنشغلين عنه طيلة الوقت بالتليفون المحمول. طفل بائس مسكين. كيف نحل هذه المشكلة؟ دعني أجلس مع أهلي وأنصحهم كيف يهتمون به ويتفرغون له. حسن، أنت الآن تجلسين مع أهله. ماذا تقول؟ الطفل الذي كلمتك عنه هو عمر ابنك. عمر، هل جئت الآن لتسخر مني؟ ألا تنشغل أنت نفسك عن أولادك بالتليفون المحمول؟ ها؟ نعم والله، أنا أيضاً أنشغل عنهم ولا أعرف كيف أحل المشكلة. أنا أقول لكم كيف تحلون المشكلة. تعطلون التليفونات المحمولة يوماً واحداً كل أسبوع، يوماً واحداً بلا تليفونات محمولة. وعندما يمر هذا اليوم بسلام ستتعودون على ذلك بالتدريج. يوماً كاملاً بدون تليفون محمول؟ ألو، معك يا بثينة. ماذا أريد أن أكل اليوم؟ اسمعي، أشتهي اللحم المعصج وشرائح ال... يجب أن تهتموا بالأطفال الأيتام، لا تتركوهم وتنشغلوا بالتليفون المحمول طوال الوقت. لا يا عادل، لن أقبل أقل من 100,000 في هذه السيارة، فكما تعرف أن... هل رأيت فستان بطلة الفيلم؟ إنه رائع. ماذا؟ ألو، الإنذار عمل مرة أخرى من تلقاء نفسه، لابد أن نصلحه فوراً حتى لا يزعج ال... ها؟ رائع! هذا ما توقعته، لقد ضجر الناس من طغيان هذا الجهاز على العلاقات الأسرية. ولو كان موجوداً في عصركم. لا أعرف ماذا كان الناس فاعلين، ولكن ديننا يحثنا على حسن المعاملة وعدم الانشغال عن الناس أو احتقارهم. كيف ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن الإنصات
والبشاشة مع الناس لا يتفق مع الاستخدام المفرط لهذا المحمول. ولكنه كان سيساعدك في رحلاتك العلمية. بالطبع، فقد كنت أسافر الأيام الطوال للتأكد من صحة حديث واحد. وماذا عن رحلة بغداد؟ الحمد لله، أتت ثمارها، خاصة بعد أن نجحت في الامتحان الصعب الذي أوقعني فيه طلاب العلم هناك. كنت أذهب كل يوم إلى ضفاف نهر الفرات، أتزود من العلم وأطالع الجديد من الفقه الإسلامي تحت إشراف الإمام أحمد بن حنبل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا إمامنا الجليل. أراك تطالع واحداً من مجلداتي. بارك الله فيك يا شيخنا، لقد أسست مذهباً فقهياً ينهل منه كل طلاب العلم في كل مكان. جعله الله في ميزان حسناتنا. ما هذا الذي تأكله؟ بعض الكعكات البسيطة. ولماذا هرستها بهذا الشكل؟ حتى أسفها سفاً، فليس عندي أي وقت للمضغ. يبدو أن دروس العلم أخذت منك كل وقتك. نعم، لقد بدأت في وضع الشروط التي سأضعها في كل حديث نبوي يضمه كتابي إن شاء الله. وما هي أهم هذه الشروط؟ صحة المتن، يعني نص الحديث، وصحة السند، يعني تمام ثقتنا في رواة الحديث، والأهم من ذلك أن يكون الراوي عن شخص قد نقل عنه بالسمع المباشر. تقصد أن يكون قد سمعه بنفسه وهو يروي الحديث؟ نعم يا شيخنا، حتى نصل إلى الراوي الأول الذي سمع الحديث بنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شرط صعب جدا يا بخاري. أعلم ذلك، وسيجعلني أستبعد عشرات الآلاف من الأحاديث النبوية المتداولة بين الناس، ولكنه سيزيد كتابي مصداقية، وهذا أهم ما أطمح إليه. أنا بخير يا أمي، أواصل القراءة والبحث في الصباح وأحضر دروس العلم مساء. أصبحت التلميذ الأول للإمام ابن حنبل وأعطي الدرس مكانه في حال غيابه. ما شاء الله ما شاء الله، ألم يذكر كم سيبقى في بغداد؟ لا، لم يذكر. آه، يبدو أنه أوحش أناساً غيري. عمتي، اطمئني، سيعود محمد قريباً وسيعقد قرانه عليك، وفي رحلته القادمة ستكونين رفيقته. أو قال لك ذلك؟ نعم، ولكني يا فاطمة أخشى عليه من الحسد. لقد أصبح من أشهر علماء بغداد وهو في العشرين من عمره. سندعو له أن يحفظه الله من كل سوء.